اشتداد على الأجواء الماطرة والباردة مع بدء عبور الجزء الأكثر فعالية من المنخفض الجوي الساعات القادمة. التفاصيل في النشرة بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم بدأت تتأثر المملكة منذ ساعات الصباح بتأثيرات لمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، وهي درجة المنخفض الجوي متوسط إلى عالي الفعالية. عبرت الجبهة الهوائية الباردة خلال ساعات الصباح عموم مناطق المملكة الشمالية الوسطى والجنوبية، ثم لاحقا المنطقة الشرقية، ترافقت مع هطول زخات من الأمطار كانت غزيرة في بعض المناطق، وأيضا ترافقت مع هطول لزخات من البرد وأيضا زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية. خلال ساعات الظهيرة تراجعت نوعا ما أو مؤقتا الفعالية الجوية في عموم المناطق، تمهيدا لبدء عبور الجزء الأكثر فعالية من المنخفض الجوي، والذي حاليا يتمركز فوق مياه البحر الأبيض المتوسط ويتشبع بكميات إضافية من الرطوبة قبل أن يتحرك نحو المملكة. صور أقمار اصطناعية توضح ما نتحدث عنه. هذه الجبهة الهوائية الباردة الأولى التي عبرت خلال ساعات صباح اليوم، ثم التراجع المؤقت على الطقس في هذه المنطقة، لكن لاحظوا هذه الغيوم الكثيفة المتمركزة حاليا فوق شرق مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تتشبع برطوبة هذا البحر ثم تتحرك لاحقا خلال ساعات مساء يوم الأحد نحو عموم مناطق المملكة، خاصة منها المنطقة الشمالية والوسطى، حيث تصبح الهطولات المطرية أكثر غزارة تترافق مع هطول زخات من البرد الكثيف، وأيضا هطول زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية، وأيضا ربما حدوث الرعد في بعض المناطق. كما تترافق هذه الغيوم أيضا وعبور هذا الجزء الأكثر فعالية من المنخفض الجوي بنشاط في سرعة الرياح الغربية التي ستعمل على نشوء موجات غبارية خاصة في المناطق الصحراوية. تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي نستعرضه بهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا المنخفض الجوي. المنخفض الجوي يتمركز فوق جزيرة قبرص خلال ساعات نهار اليوم يوم الاثنين، يترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة التي عبرت خلال ساعات صباح اليوم. تتحرك هذه الجبهة الهوائية بعيدا عن المملكة، لكن يتحرك المنخفض الجوي تدريجيا نحو سواحل سوريا، وتعبر هذه الجبهة الهوائية المقفلة الأكثر فعالية والتي تترافق مع هطولات أكبر وأشد من الأمطار، تصل المملكة خاصة المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات مساء يوم الاثنين، وتستمر تأثيراتها خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء. لكن يوم الثلاثاء يتحرك المنخفض الجوي ليتمركز إلى الشمال من سوريا، تبتعد الجبهة الهوائية الباردة نحو العراق وأيضا الأراضي الإيرانية، ولكن الجبهة الهوائية الأكثر فعالية أيضا تتحرك وتتراجع تأثيراتها خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، وتستمر المملكة تحت تأثير الرياح الغربية الباردة القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط. بالتالي يوم الثلاثاء سيكون الطقس بارد بشكل عام، غائم ضبابي وزخات أمطار على فترات، خاصة المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. أيضا تفاصيل أكثر حول الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء. يوم الاثنين تبدأ هذه الجبهة الهوائية أو الجزء الأكثر فعالية من المنخفض الجوي والكميات الكبيرة من الغيوم التي شاهدناها في صور الأقمار الصناعية بالتحرك نحو المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات مساء النهار اليوم الاثنين. تشتد الهطولات المطرية خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. تكون أمطار غزيرة تعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، جريان كبير في الأودية، وأيضا زخات من البرد قد تكون كثيفة في بعض المناطق والتي تستدعي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات. لكن يوم الثلاثاء بإذن الله مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي تمركزه إلى الشمال من سوريا تتراجع نوعا ما شدة الهطولات المطرية، لكن تبقى الأجواء باردة وتبقى المملكة تتعرض لتيارات غربية رطبة باردة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط. تكون الأجواء باردة بشكل عام خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، غائمة ضبابية وفرصة لزخات من الأمطار على فترات، خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من جبال الشرع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة.
حيث تكون الأجواء لهذه الليلة تكون الأجواء ماطرة بشكل عام مع بدء العبور الجزء الأكثر فعالية من المنخفض الجوي، أجواء باردة 4 درجات مئوية حرارة مقاسة، أما المحسوسة ستكون درجة واحدة تحت الصفر بسبب الرياح النشطة التي ستزيد من الشعور بالبرودة. الرطوبة تلامس 100% والرياح تكون غربية لجنوبية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء، كما ذكرنا أجواء غائمة وباردة ضبابية وماطرة على فترات، 7 درجات مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية. يوم الأربعاء 8 إلى 6 درجات مئوية مع استمرار تأثر المملكة بالتيارات الغربية الرطبة والباردة. يوم الخميس تراجع واضح على الأحوال الجوية جزئي خلال ساعات النهار، لكن تبقى الأجواء باردة بشكل عام 10 درجات مئوية، وتعود فرص الأمطار مجددا بشكل محدود خلال ساعات الليل مع 6 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الثلاثاء، أجواء باردة غائمة ماطرة بشكل عام في المنطقة الشمالية، المفرق 9 إلى 7 درجات مئوية، إربد 10 إلى 9، جرج 9 إلى 8، وعجلون 7 درجات مئوية، كحرارة ضمة أم الصغرى أيضا 7 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية للمنطقة الزرقاء، رياح نشطة وأمطار على فترات 10 إلى 8 درجات مئوية، السلطة أجواء ماطرة وضبابية وباردة 7 إلى 6 درجات مئوية، نفس الأجواء في العاصمة عمان، مادبة 8 إلى 6 والبحر الميت 17 إلى 15 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية والكرك، أجواء ماطرة على فترات 8 إلى 5 درجات مئوية، تراجع للفعالية الجوية في عموم المنطقة الجنوبية، أجواء غائمة جزئيا في الطفيلة 8 إلى 5 درجات مئوية، الشوبك 6 إلى درجتين، معان 10 إلى 4 والعقبة 20 إلى 14 درجة مئوية. نختم نشاطنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية التي استشهد رياح نشطة بشكل عام خلال ساعات نهار يوم الغد، لكن أجواء باردة بشكل لافت، الأزرق 13 إلى 5 درجات مئوية، الصفاوي 11 إلى 3، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في أرويشت. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.